السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. اليوم راح أوضح لكم كيف تتحكمون في درجة الإضاءة للزراير. اليماها عملت خدمة حلوة في الـ SX900 والـ A5000. تروح على مينيو، تختار مينيو رقم 2، تروح عند خدمة اليوتيليتي، تروح تطلع لك هالخدمات، تروح على شيء اسمه تاتش سكرين ديسبلاي. لاحظني عندك بوتون لامبس، شوف على الأربعة، شوف لما راح أضغط، شوف الإضاءة كيف تستوي. الإضاءة لاحظني الإضاءة كيف، شوف الإضاءة تخف على حسب الدرجة اللي أنت تباها. شوف عندك البوتون لامبس، شوف شو قاعد تتحكم فيهم. يعني بهاي الطريقة أنت تتحكم في درجة الإضاءة حق الزراير، اللامب بتاع الزراير. وشكرا. وبعدين عندك هني شغلة ثانية، مع بعد ما تتحكم في الإضاءة الزراير عندك تتحكم في إضاءة السكرين كذلك. يمكن حد في غرفة مثلا ضوءها يعني نورها منخفض، فأنت كيف تخفض؟ شوف تتحكم في درجة إضاءة السكرين اللي هي الشاشة. بهاي الطريقة الحين عرفت كيف أنك تعمل البوتون لامبس، كيف تتحكم في درجة إضاءة الزراير وفي درجة إضاءة الشاشة. وشكراً.